راديو النيل. يا صباح الفل على كل اللي بيسمعوا نغم في 105.3 اغاني عايشينها. انا معاكم محمد بكر وبنبدا حلقه جديده من ايد في ايد هنا على نغم في ام، حلقه يوم من الحد اللي بتسمعوها من 11 ل 12 الظهر. 105.3 ده رقم الاس ام اس، و 38353316 ده رقم تليفوننا. تقدروا تسيبوا لنا كل تعليقاتكم على نغم في ام بالانجلش وبالعربي على فيسبوك. يمكن اتعودنا كل يوم حد يكون معانا، يعني واحده من الجمعيات المهمه جدا في مصر، جمعيه رعايه مرضى الكبد للقضاء على يعني الفيروسات الكبديه، الجمعيه اللي ليها تاريخ مشرف من سنة 95 من وقت ما بدأت الفكرة. واللي يعني تابع الحلقة اللي فاتت كان مشرفنا في الاستوديو الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفى الكبد المصري بالدقهلية. الحقيقة الراجل يعني التصالح النفسي عنده عالي جدا، الفكرة عنده مختلف جدا، أفكار مهمة، حلم سعى وراه علشان يوصل له ويحققه في مجال الفيروسات الكبدية كبير جدا. ده خلانا نعرف تفاصيل أكتر عن أنشطة الجمعية والمستشفى، خطوات مهمة يعني خططها الجمعية والمستشفى على مدار السنين اللي فاتت، حققت إنجازات كبيرة ومهمة، خدمت أهلنا يعني مرضى الكبد في العديد من الأمراض، سواء فيروس سي سواء فيروس بي. عندهم خطط مهمة وطموحة جدا 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 لعلاج الأمراض دي بأجهزة دقيقة جدا. تكلمنا كمان الحلقة اللي فاتت عن الأشعة التداخلية وعلاجها، أو يعني طرق العلاج بيها في الأمراض الكبدية. هنعرف تفاصيل أكتر النهاردة، هنعرف احتياج الجمعية والمستشفى للقضاء على قوائم الانتظار، هنعرف إحصائيات على مدار الشهر اللي فات إيه اللي حصل من عمليات لصرف علاج لتفاصيل كتير جدا جدا جدا. أستاذة نشوى أبو العلا مدير إدارة تنمية الموارد والفروع بجمعية رعاية مرضى الكبد بتشرفنا على نغم فهم. أهلا بيك يا أستاذة نشوى. أهلا بيك يا بكر. عايزين نعرف كده يعني خلينا نبدأ من قوائم الانتظار، حاجة مهمة جدا مصر كلها الحقيقة شغالة عليها، ولكن جمعية رعاية مرضى الكبد يعني عندها حلم كبير ان هي تنهي قوائم الانتظار في يعني المصابين بفيروس سي وفيروس بي. طيب ايه اللي حاصل او ايه خطتكو للقضاء على قوائم الانتظار؟ طيب احنا بنحاول بقدر الامكان ان ما يكونش في عدد كبير موجود على قائمة الانتظار. احنا بنبدأ بداية من الهيكل التنظيمي داخل المستشفى، من استقبال المرضى ل يعني حجز رقم او انتظار للمرضى عندنا، وفصل كمان عايزه اقول لك ان يعني احنا بالرغم من جائحه كورونا بس حريصين طول الوقت ان يكون في تعقيم داخل المستشفى، حريصين على سلامه الزائرين او المرافقين للمرضى، وبيكون ليهم استراحه خاصه بيهم. بنبدا بدايه من استقبال المرضى للكشوف للتحاليل، ان نستقبل يوميا عدد جيد من المرضى، وصولا بقى لعمل الأشعة يعني ما عندناش اي عائق فيه. العائق اللي بنوصل ليه هي العمليات الجراحية. يعني احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا ما عندناش عوائق في العلاج، ولكن قوائم الانتظار الاكثر في الجمعية او المستشفى هي للعمليات. بالضبط، يعني ما فيش اي مشكلة. احنا مثلا على مدار شهر يونيو وصلنا تقريبا ل 7450 من المترددين بالعيادات كشوفات وتحاليل، وصلنا ل 897 اشعة فايبروسكان، وحوالي 895 تطعيم فيروس بي. 800 كم؟ 895 تطعيم، و790 7450 مترددين من كشوفات لتحاليل. كمان صرف علاج 876، وعملنا تقريبا حوالي 39 عمليات جراحية، من استئصال أورام لسرطان كبد لأورام في القولون والبنكرياس. وخليني أجي بقى عند دي نقطة مهمة، 39 عملية، 39 عملية في شهر واحد. بالضبط، وإحنا طول الوقت حريصين. إحنا عندنا أخطر حاجة أو الحالات الحرجة هي اللي بيكون عندهم أورام في الكبد أو أورام في القولون والبنكرياس. يعني وصلنا ل 39 وعندنا لسه موجود معنا لحد دلوقتي حوالي
13 حالة. وأنا خليني أدعو السادة المستمعين من خلال البرنامج أنهم يتواصلوا معنا من خلال الخط الساخن على 16 499. محتاجين دعم قوي من أهل الخير علشان نقدر ندخل الحالات دي لعمليات. 13 حالة. الحمد لله طبعا تم تجميع جزء من تكلفة العملية، ولكن ما زلنا محتاجين مساعدة ومساندة أهل الخير علشان نقدر ندخل الحالات دي عمليات. طيب 13 حالة أكيد حالات مختلفة، مش بس كبد، حضرتك ذكرتي بنكرياس كمان وعدد من المقاولون. بالضبط. طيب يعني خلينا نذكر برضو كل اللي بيسمعونا على نغم في أم دلوقتي إن 16 499 ده رقم الخط الساخن لجمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية، وكمان تقدر بتبرعاتك على كافة يعني البنوك المصرية على حساب 606 606، وكمان من خلال موقع الجمعية. طيب لو هنروح للنقطة اللي بعد كده، يعني حضرتك ذكرتي المترددين على الجمعية، هل بيتم صرف العلاج لكل متردد على الجمعية؟ أي حد بيخبط باب الجمعية فبياخد علاجه وفقا لإشاعاته وتحاليله؟ أكيد إحنا طول الوقت حريصين إن ما يكونش في أي يعني تأجيل، أو يكون حالات موجودة مثلا يبقى في تأخير في صرف العلاج. الجمعية قائمة على جمع التبرعات لغير القادرين، فبالتالي أي حد غير مقتدر بيتم بداية من الكشف الخاص بالحالة، عمل التحاليل، عمل الأشعة، صرف العلاج مجانا طبعا. الجمعية والمستشفى بيتكفلوا بعلاج الحالات دي بالكامل. أكيد تمام. ولو في شخص قادر يعني احنا برضو خلينا نقول ان لو شخص مقتدر هو بيتكفل سواء صرف علاج خاص بيه او عمليات، وده يعني بيكون يعني الأولوية، يعني مش عايز أقول لا مش الأولوية، يعني الشخص اللي بيكون مقتدر المبلغ اللي بيدفعه هو بيبقى مساندة أو مساعدة للحالات الغير مقتدرة، يعني بيكون جانب منه بشكل كبير دعم للحالات داخل الجمعية والمستشفى. ده يعني ما أستاذة نشوى أبو العلا مدير إدارة تنمية الموارد والفروع بجمعية رعاية مرضى الكبد ذكرت إن خلال شهر يونيو بس أكتر من 7000 متردد بالعيادات يعني تم صرف العلاج ليهم، عمل إشاعات وعمليات 39 عملية متنوعة تمت خلال شهر واحد بس. 16 499 ده رقم الخط الساخن لجمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية، هيوصل لك المندوب في أي مكان. احنا لسه مكملين إيد في إيد هنا على نغم فم، إيد في إيد على نغم فم، لسه مكمل معاكم. وبتشرفنا في الاستوديو أستاذة نشوى أبو العلا مدير إدارة تنمية الموارد والفروع بجمعية رعاية مرضى الكبد. الحقيقة لها نشاط مهم وكبير لخدمة أهلنا وناسنا بشكل كبير جدا. في شهر يونيو مثلا تم صرف أكتر من 7000 علاج يعني ل7000 شخص الأدوية بتاعتهم، يعني برضو تم عدد كبير جدا من الأشعات والتحاليل لأكثر من 9000 شخص. على مدار يونيو برضو تم إجراء 39 عملية مختلفة. حلم من أحلام الجمعية والمستشفى حاليا هو المبنى الجديد يا أستاذة نشوى، مظبوط كده؟ بالظبط. وصلنا لفين ومخطط ليه؟ طيب احنا طول الوقت بنكون حريصين على تطوير الهيكل التنظيمي والإداري داخل المستشفى من خلال الإدارات داخل المستشفى لستاف الأطباء والتمريض، وصولا لتوفير غرف عناية مركزة وعمليات جراحية. تركيزنا الفترة دي بما ان دايما طول الوقت عندنا حالات حرجة يعني بتدخل عمليات، فإحنا في ملحق هيكون خاص بغرف العمليات الجراحية والعناية المركزة. بدأنا في إنشاء المبنى ولكن هو تكلفته يعني كبيرة، هو تقريبا تكلفته حوالي 18 مليون جنيه، ودي تكلفة يعني كبيرة مش بسيطة جدا. وخليني برضو هنا، 18 مليون جنيه ده مش رقم بسيط. بالضبط. أكيد هيكون بيتسع العدد كبير جدا، خصوصا إن في يعني في المستشفيات اللي بتخدم هذه الأمراض بيكون التصميمات مختلفة. أكيد. بتراعي حاجات كتير جدا. خليني أفكر الناس إن طول ما إدنا في إيد بعض الموضوع ممكن يكون بيتم بشكل أسرع. ف16 4 99 ده رقم الخط الساخن اللي ممكن المندوب يوصل لك لأي مكان، أو بتبرعك ممكن توصل للجمعية على كل يعني البنوك المصرية على رقم 606 606. 18 مليون دي تكلفة المبنى الجديد،
قابلة للزيادة أكيد. وارد تكون قابلة طبعا. أكيد للزيادة، هي يعني تكلفة مبدئية. طبعا من خلال مساعدة أهل الخير هنقدر نوصل لبناء الملحق ده في أقرب وقت وننقذ حياة مريض. يعني أكيد طبعا الصدقة أو ثواب طبعا. الصدقة قبل ما بيعود على المتبرع أو قبل ما بيعود على المريض، هو بيعود علينا أو على المتبرع وبيساعدنا في أداء مهمتنا لخدمة المرضى وأهالينا في كل المحافظات. الحقيقة أن الجمعية والمستشفى كمان مش بس بيخدموا مرضى فيروس سي، مرضى فيروس بي كمان. من ضمن يعني الخطة للجمعية والمستشفى، فيعني الخطورة اللي بيمثلها فيروس بي خصوصا أنه يمكن منتشر في الأقاليم بشكل كبير جدا، فأي خطة الجمعية والمستشفى للقضاء على فيروس بي؟ طيب، هو عامة يعني طول ما بيكون في كشف مبكر أو اكتشاف إن المريض هو عنده سواء بقى فيروس سي أو فيروس بي، ده بيساعدنا في سرعة العلاج. طبعا. يمكن كان زمان الناس بتتخض شوية من فيروس بي، مع تطوير العلاج أو جرعات العلاج اللي بقى بياخدها المريض دلوقتي سواء أطفال أو مرضى كبار، ما بقاش في مشكلة أو خطورة زي ما كنا طبعا بنسمع. يمكن زمان الحلقة اللي فاتت ودكتور جمال شيحة معانا اتكلمنا عن تطوير وتطور العلاج اللي شهده موضوع الفيروسات الكبدية عموما وتحديدا فيروس سي، من حقنة بتتاخد كل أسبوع لحقنة بتتاخد كل يوم للحبوب خلاص وصلنا انه بقى تابلت خلاص بالظبط، يعني حبوب وبتتاخد والفخر اللي مصر بقت فيه ضمن يعني مصاف الدول، كل الدول دلوقتي واخدة مصر كنموذج للقضاء على فيروس سي. زمان كان دكتور، يعني الحلقه اللي فاتت دكتور جمال شيحه في كل المؤتمرات كان يعني بيقول ان مصر دايما كده كانت بتوصم بان هي الاكثر انتشارا لفيروس سي. دلوقتي مصر هي الاولى على العالم في القضاء على فيروس سي، وكل الدول حتى ان 2030 يعني الامال انها تنتهي من علاج فيروس سي في الدول الاخرى، ودي حاجه الحقيقه نفخر بيها كلنا. وان شاء الله كمان فيروس بي يعني نشتغل عليه ان هو ينتهي في مصر قريب. خليني اقول لك ان احنا برضو يعني كنت بتتكلم من شويه على خطوره فيروس بي، احنا عندنا الاخطر ان في حاله اهمال المريض او انه ممكن يكون عنده اعراض وما كشفش او يعني مش عارف ان هو عنده فيروس بي، ده ممكن يوصلنا لتليف الكبد وده الاخطر. ويمكن كان دكتور جمال شيحة اتكلم وتم عمل بحث في ان المرضى اللي بيجي لهم تليف كبد لو اخدوا جرعات علاج فيروس سي او فيروس بي، ده بيرجعنا خطوات يعني بيقلل من نسبة التليف، يعني دي حاجة كويسة جدا. يعني حتى مجلة لانست الطبية اتكلمت واكدت على ان لو مرضى تليف الكبد اخدوا علاج فيروس سي او فيروس بي، ده بيمكن يعني بيخلي المريض يرجع حوالي 15 سنة حالة الكبد الصحية تبقى افضل. يعني حالته ما بتسقش او ما بيفضلش، بتكون فيها حالة انقاذ سريع يعني، او مش يعني مش هنقول انقاذ بس حالة شفاء يمكن بشكل كبير، صحة الكبد بتكون أفضل. بالظبط. طيب لو كمان هنتكلم عن ملف الأطفال داخل الجمعية، يعني ليهم الحقيقة مكانة مختلفة داخل الجمعية وعلاجهم، نظرا لأن ممكن يكون في انتشار لفيروسات كبدية في للأطفال. طيب وصلتوا لإيه في الأطفال؟ هل في قوائم انتظار في الأطفال؟ برضو خليني أقولك إن إحنا طول الوقت حريصين على إن لو في أطفال بيكون عندهم فيروس سي أو فيروس بي، لا هما بيتلقوا العلاج مجانا. الموضوع بسيط جدا، هي بتكون جرعات على حسب حالة الطفل صحيا عاملة إزاي، إذا كان هيحتاج جرعة لمدة 3 شهور أو جرعة لمدة 6 شهور. ومش بنكتفي بده، احنا بعد ما الطفل بي بي يعني بي بي بيتم الانتهاء من الجرعات لازم بيكون في متابعة من وقت للتاني في المستشفى، لازم بيجي لنا بيتم عمل فحوصات بالكامل علشان اطمن انه ما جالوش دي او ما نقطة جالوش مهمة تاني. جدا المتابعة المتابعة سواء للأطفال سواء للكبار سواء للمصابين بفيروس سي وتم علاجهم سواء للمصابين بفيروس بي، المتابعة في الجمعية والمستشفى بتفضل مكملة مع المريض؟ ده
أكيد أكيد من وقت للتاني زي ما قلت لك إنه لازم بعد ما بيخلص الجرعات بيكون في متابعة، بنبلغ يعني والد الطفل أو والدة الطفل إن مثلا الشهر الجاي تاريخ كذا لازم تكوني متواجدة معنا عشان هيتم عمل تحاليل ونطمن إن خلاص يعني صحيا ما فيش أي مشكلة. وفي يعني القرى سواء في الدقهلية أو في محافظات مجاورة بيتم عمل قوافل للكشف أو للتحاليل؟ احنا كنا مركزين بشكل قوي على القوافل الطبية، ولكن طبعا مع جائحة كورونا يمكن تم إيقاف القوافل بشكل مؤقت، ولكن يعني ان شاء الله عندنا خطة الفترة الجاية هيتم عمل قوافل، والتركيز كمان على حالات الأطفال ان يبقى فيه قوافل خاصة بالكشف على الأطفال ان شاء الله. يعني كلام مشرف جدا ان يكون في جمعية زي جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية بتهتم بكافة الأعمار المصابين بكل أنواع الفيروسات الكبدية. فيروس سي خلاص ملفه اتقفل في مصر، بقينا الدولة الأولى على العالم للقضاء على فيروس سي. فيروس بي شغالين عليه بشكل كبير، وإن شاء الله نحقق فيه يعني نفس اللي هتحقق في فيروس سي. 16-4-99 ده رقم الخط الساخن اللي تقدر توصل بيه لجمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية، وكمان تقدر توصل بتبرعاتك من خلال كل البنوك المصرية على رقم 606-606. في ايد لسه مكمل معاكم هنا على نغم اف ام، هنعرف ايه اللي بيحدث في مصر والعالم من الزميله يارا ادوار، ونرجع نكمل ايد في ايد على نغم اف ام. ايد في ايد لسه مكمل معاكم هنا على نغم اف ام 105.3، وتقدروا تبعتوا لنا كل رسائلكم على 105.3 او تكلمونا على 38353316. كمان تسيبوا لنا كل كومنتاتكم على فيسبوك بالانجلش وبالعربي نغم اف ام. وبتشرفنا في الاستوديو استاذه نشوى ابو العلا، مدير اداره تنميه الموارد والفروع بجمعيه رعايه مرضى الكبد، اللي نتكلم عن الإنجازات اللي حققتها على أرض الواقع خلال الفترة اللي فاتت. مجهود كبير وجبار جدا، وزي ما تكلمنا في بداية الحلقة أن مصر خلاص بقت رقم واحد في القضاء على فيروس سي عالميا، وأكيد في رؤية لجمعية رعاية مرضى الكبد في خطة مصر للقضاء على الفيروسات الكبدية بقى ككل 2030. إيه هي الخطة أو الرؤية للجمعية يا أستاذة نشوى؟ طيب احنا دكتور جمال بيكون طول الوقت حريص ان يعني ما يكونش فيه زيادة في عدد المرضى من تليف الكبد لفيروس سي او فيروس بي. فتركيزنا الفترة الجاية دي على ان يكون كل شخص بيحصل على رعاية وعلاج آمن. حريصين كمان الجمعية على وقف انتقال التهاب الكبد الفيروسي، وكان خليني اقول ان كانت وزيرة الصحة قامت بدعوة للمؤتمر الاقتصادي فإن لمبادرة لإيجاد الملايين المفقودة، لأن احنا عندنا حوالي تقريبا 20 مليون أفريقي هو عنده فيروسات كبدية. كمان احنا كان 100 مليون صحة ساعدتنا بشكل قوي ان يبقى فيه توعية كافية لجميع الناس من ان هم يعني يحصلوا على علاج وللقضاء على فيروس سي وبي او الفيروسات الكبدية بشكل عام. مصر مركزة على حشد الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات فعالة للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي، لأن طبعا التهابات الكبدية هي بتمثل تهديد رئيسي للصحة العامة في إفريقيا. وهنا طبعا يا بكر بيظهر دور المنظمات المجتمع المدني داخل أروقة الاتحاد الأفريقي، ويعني مركزين الحمد لله. طبعا احنا وصلنا لمئة قرية خالية من فيروس سي. طب انا هاخدك في سؤال بقى، وانك ذكرتي أفريقيا ودور مؤسسات المجتمع المدني، واحنا كنموذج مهم للعالم كله دلوقتي للقضاء على فيروس سي، هل ممكن ان نشوف جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية مجهوداتها بتوصل لأفريقيا بالتعاون مع مؤسسات الدولة ممثلة في وزارة الصحة مثلا؟ طيب هو ده سؤال مهم جدا، وخليني أذكر بقى من خلاله إن احنا إن شاء الله في مؤتمر في شهر أكتوبر القادم. حسيت عشان كده سألت. هو مؤتمر بناء قدرات الأفارقة لمكافحة الالتهاب الكبدي. عظيم. المؤتمر ده هيتم من خلال المؤسسة الأفريقية لعلاج مرضى الكبد، بيحضروا طبعا عدد من المنظمات الإقليمية زي التحالف العالمي لالتهاب الكبد للقضاء على أمراض الكبد.
مركزين او هيكون هدفنا في المؤتمر ده ان هي احنا طول الوقت برضو مركزين ان احنا 20-30 يعني هنكون وصلنا للقضاء على الفيروسات الكبدية ان شاء الله. هيتم بقى في المؤتمر ده هيكون التركيز على عمل ورش عمل تدريبية لبناء القدرات في مجال الفيروسات الكبدية بالشراكة مع مفوضية البحث العلمي والتقني بالاتحاد الافريقي. عظيم. المؤتمر ده المفروض هيكون امتى؟ في اكتوبر ان شاء الله 2021 ان شاء الله. طبعا هيحضروا العديد من كبار المسؤولين والخبراء وممثلين عن شركات هيكون مؤتمر مش الأدوية. يعني مش هيكون مؤتمر صغير لان مصر اصبحت نموذج مهم جدا زي ما ذكرنا للقضاء على فيروس سي. عندها خطة طموحة وانا اعتقد ان قبل 2030 مصر تقدر توصل للقضاء كمان على فيروس بي. مجهودات كبيرة جدا بتقوم بيها جمعيات رعاية مرضى الكبد بالدقهلية خيرها كمان او معلوماتها وثقافتها ويعني وتقدمها الطبي هيوصل لافريقيا اللي مصر الحقيقة بتشتغل ان هي ترجع لجذورها الافريقية بشكل كبير جدا جدا خلال السنين اللي فاتت. احنا لمسين وحاسين ده جدا. 16-499 ده رقم الخط الساخن لجمعيات رعاية مرضى الكبد بالدقهلية. هيوصل لك المندوب في اي مكان وتقدر كمان تتبرع على كل البنوك المصرية على حساب 606-606. احنا لسه مكملين ايد في ايد على نغم فهم. ايد في ايد على نغم فهم. خلاص يمكن حلقتنا النهاردة بتخلص ولكن الارقام والمجهود اللي بيحصل في جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية لا يتوقف الحقيقة. خليني افكركم بشوية ارقام من اللي اتقالت خلال حلقة النهاردة. 7450 كشف تم على مدار شهر في جمعية رعاية مرضى الكبد. 897 شخص عملوا إشاعات. علاج متنوع ل 895 شخص. 39 عملية استئصال و 1750 شخص تلقوا تطعيم فيروس بي. الحقيقة مجهود جبار يا أستاذة نشوى. يعني على مدار شهر يتم كل أو تتم كل الأرقام دي بتنوع المتطلبات المريض ده شيء يعني نفخر بيه كلنا كمصريين. دلوقتي في مبنى جديد يمكن اتكلمنا عنه أشكال أو يعني بتوفروا شكل مختلف للرعاية داخل الجمعية والمستشفى وأكيد بتشتغلوا على ده بشكل كبير. أكيد طبعا طول الوقت إحنا بنبقى مركزين إن داخل المستشفى تكون في خدمات طبية بتسهل أو بنعمل على راحة المرضى. بجانب الملحق أو مبنى به إحنا كمان مركزين على غرف الإقامة. غرف الإقامة دي يعني بيحتاجها المريض بعد الخروج من أو بعد إجراء العملية الجراحية اللي بتتم ليه. هي بيكون ليها مواصفات طبية معينة بداية بقى من السرير أو الأجهزة اللي بتكون خاصة داخل الغرفة. محتاجين طبعا دعم قوي من أهل الخير. ممكن يكون في سهم غرف إقامة. يعني هي مش شرط أن يكون شخص واحد بيتكفل بغرفة إقامة, ممكن مجموعة. وخليني أحكي لك بمناسبة غرف الإقامة يا بكر, كان عندنا يعني شخصية هي حد متبرع معنا كانت يعني عندها حالة خاصة شوية. كان ابنها زياد توفى, كان عنده حوالي الله يرحمه 9 سنين وكانت تواصلت معنا في ايه متاح علشان اتبرع وتكون حاجة خاصة بابني. يعني الناس لما تشوف الحاجة الخاصة باسمه دي يكون واقف باسمه او يعني صدقة باسمه. فكنا عرضنا عليها اكتر من حاجة من اسهم الاجهزة لغرف الاقامة, وهي كانت اكتر حاجة حبت ان هي تتكفل او تتبرع عليها هي غرفة الاقامة. وطلبت مننا ان احنا نحط صورة زيادة على الغرفة. حتى لما بيتم زيارات داخل المستشفى كتير بيجي يستوقفوا صورة زياد وبيسألوا عن قصته. الناس كلها طبعا بتدعيله يعني بالرحمة ربنا. وانا بقول لها يعني ربنا يصبرك وربنا يرحمه. فغرف الإقامة عندنا متاح ان حد يتكفل بيها لوحده او مجموعة اشخاص مع بعض. فمحتاجين يعني الناس تدعم وتكون موجودة معنا
في غرف الإقامة. أكيد ده بيتم كل طول ما إدنا في إيد بعض، لأن دورنا إحنا كأفراد أن إحنا نتعاون مع جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني محترمة زي جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية. ده شيء مهم جدا، بيكون في تعاون على الصعيد الأكبر ما بين الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وبعضها ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ولكن دورنا إحنا كأفراد بيفرق جدا 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 لما يعني نتكاتف ونحط إيدنا في إيد بعض. ده معروف دايما عن المصريين أن طول ما إيدهم في إيد بعض بيحققوا المستحيل. 16-4-99 ده رقم الخط الساخن اللي تقدر توصل لجمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية، وكمان تبرعك تقدر توصل بيه على كل البنوك المصرية على حساب 606 606 606 606. ده رقم الحساب الخاص بجمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية في كل البنوك المصرية. سيدنا شوى، ختاما كده واحنا بنختم حلقتنا، خلينا نفكر الناس بالأرقام اللي تم تحقيقها على مدار شهر في الجمعية. طيب احنا كنا اتكلمنا في ان حوالي يعني وصلنا تقريبا ل 7995 مترددين على المستشفى من كشوفات وتحاليل. تمام. وصلنا لحوالي 1795 تطعيم فيروس بي. تم اجراء عمليات 39 عملية جراحية. وخليني برضو فيما يخص العمليات الجراحية اقول ان طول الوقت احنا محتاجين دعم قوي الحالات اللي بتكون عندها ورم سواء في الكبد، ورم في البنكرياس او القولون. عندنا حالة حرجة جدا، هو شخص او يعني شاب عنده 30 سنة، عنده 4 أطفال، هو عامل باليومية، ما فيش مصدر دخل ثابت، وحالته حرجة جدا. بمساعدة أو بمساندة أهل الخير هيتم طبعا دخوله العمليات فورا، وهيتم الانتهاء من طبعا العملية. في على قائم الانتظار حالات كتير مماثلة لعمال باليومية وما شابه. أكيد أكيد طبعا. طيب أرقام تانية عمليات تمت خلال الشهر؟ هي يعني كل العمليات سواء استئصال ورم في الكبد او بنكرياس او قولون وصلنا ل 39. هي ارقام مشرفه جدا جدا جدا، وهنفضل نتباهى ان مصر اصبحت الاولى عالميا بالقضاء على فيروس سي، وان شاء الله قريب جدا 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 نكون قضينا على فيروس بي كمان. كل التحيه لجمعيه رعايه مرضى الكبد بالدقهليه وكل العاملين فيها. شرفتنا النهارده استاذه نشوى ابو العيله، مدير اداره تنمية الموارد والفروع بجمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية. شكرا أستاذ نشوى. شكرا لك. زي ما عرفنا كده على مدار الحلقة، مجهودات جبارة بتتم من جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية. على مدار اليوم هتسمعوا برامج وأغاني كتير ومختلفة، وكل اللي انتوا عايزين وحابين تسمعوه تقدروا تكتبوه وتطلبوه على 105.3 أو على صفحة الفيسبوك لنغم فأم. هي نغم فأم بالإنجليش وبالعربي. إن شاء الله الأسبوع الجاي سبت وحد من 11-12 هكون معاكم هنا في إيد في إيد. أنا محمد بكرة، تحيات شريف الصمدي من الإعداد. ناس كتير محتاجين اللي يقف جنبهم. إيد في إيد مع محمد بكرة السبت والحد من 11-12 الظهر على نغم FM.